عبر المخرج المصري أبو بكر شوقي مخرج فيلم يوم الدين اللي شارك مؤخرا في مهرجان كان عن فرحته بمشاركة الفيلم والتجربة بوجه عام، وكتب على صفحته الشخصية في الفيسبوك وقال: أشعر بالفخر لأني كنت ضمن مجموعة من صانعي الأفلام اللي علموني كيفية صنع الأفلام وعلموني أن أحب السينما. وعلى الرغم من يوم الدين لم يفز بجائزة السعفة الذهبية إلا أن المكافأة هي المغامرة الصغيرة التي ذهبت بها إلى مهرجان كان.